وبالعودة إلى الضلوعية، التحق أبناء قبيلة العزة في قرية أم شعيفة بأفخاذ العشيرة المساندة لمرشح حزب العزم المدني للحكومة المحلية المقبلة مبدر محمد دبعون العزاوي، حيث أقام عبد الله صالح العزاوي أحد وجهاء القبيلة تجمعا شبابيا في القرية، أعلن فيه الحاضرون دعمهم لبرنامج مرشح العزم الانتخابي يقينا منهم بإمكانية التغيير المنشود والذي يخفف من معاناة الأحياء السكنية والنهوض بالمناطق الأكثر تضرراً بالمحافظة. الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسرور جداً أن أرى مناطقنا فرحانة قبل يوم المعركة. هذه مؤشرات تشير إلى عقيدتكم القوية وولائكم وثقتكم العالية بمشروع بنكم السياسي لخوض انتخابات مجالس المحافظات. الحمد لله الذي أوجدنا القدر لنكون من المدافعين عن أهلنا عبر سنين طويلة، ومن المتصدين للباطل، والذي أنصرنا وتوجنا بالنصر عبر سنين طويلة عندما كنا من دون موقع أو منصب في الدولة. مكننا الله أن نقف مع أهلنا لنكون من المساندين لهم ومن الواقفين بجنبهم عبر كل السنين التي مضت. واجهنا التحديات بخندق واحد، واجهنا الصعاب بخندق واحد، تصدينا للمخططات التي حاولت تمزيق وحدتنا.